جاوب اخونا الشعب قال لي اللي يريد يحل الحشد انا يوميا اقول له اللي يحل الحشد احنا هم نحلله نجيب النصبانه ونفتح البراقي مالته قربي قربي اكو واحد يقدر يحل الحشد يا مكسر راسه والله حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات البرنامج. للمشاركة من داخل العراق عندكم إذن الأرقام الاثنين، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج من شمال العراق حتى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. أما اللي يسكن خارج العراق وأبناء الوطن العربي وأشقائنا العرب وأيضا اللي يعيشون في دول المهجر يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين بأي لحظة من لحظات البرنامج، فعندكم ذني الأرقام الأربعة للاتصال. أما هذا الرقم، هذا رقم الواتساب، مثل ما تلاحظون هاي الكلمة للمشاركة عبر الرسائل، يعني مكالمة ما أقدر أستلم، رسالة صوتية ما تشتغل عندي، فيديو ما نقدر نعرض. اللي عنده فيديو ويريد يعرضه على شاشة الرافدين مو هذا الرقم أخواني الأعزاء، أكو رقم ثاني أو رقمين ثانيات تقدر تحصلهن بهذا الشريط الأبيض اللي يمشي جوه اسمها نافذة أنت ترى، أي فيديو عندك تريد ترسله للرافدين القناة إن شاء الله أو إدارة القناة تتكلم معك، واللي ينعرض ينعرض واللي انعرض عندنا يقول لك. مشاهدينا الكرام الفيديو اللي شفتوه يعني فيديو صريح 100%، هذا الفيديو اللي قاعد دا يحكي شاكر التميمي آمر اللواء الثالث بميليشيا الحشد واللي معروف باسم أبو تراب. أبو تراب دا يهدد يجيب سبانة ويفكفك براغي ويكسر روس، تهديد صريح. بس السؤال اللي ينطرح هسه، الحشد الشعبي او الجيش العراقي او الشرطه او فصيل او حظيره او كتيبه او لواء او فرقه او كأما تكون مسمى تلك الجهه الامنيه، من المفترض ان تتبع امر القائد العام للقوات المسلحه. يعني اذا القائد العام للقوات المسلحه الغى فصيل او القائد العام للقوات المسلحة شكل فصيل جديد، يعني أمره ما يمشي. هاي رقم واحد. رقم اثنين، يقول اللي حل الحشد انكسر رأسه وفكفك براغية وما حد يقدر يحل الحشد، من تتوقعون هو ده يحكي عليه؟ يعني هاي الرسالة أبو تراب لما انطلع عجاجة وتعج لو دا يوجه رسالة لحد، كلامه هذا يكفي انه يعني تتغير الامور؟ لو ما يكفي، انتو ايش تتوقعون اليوم ابو تراب لما يطلع ويحكي هذا الكلام؟ اكو ناس قالوا ابو تراب يقول هذا الكلام ويقصد به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وراه يقول أنا راح أحطم أو أدمر اللي يسعى لحل الحشد. نرجع نوجه سؤال، اليوم العراق أو ما هو الأهم اليوم، البلد له هيئة؟ سؤال يعني أوروبا، خلونا نفكر بها بهاي الصورة. أوروبا كانت البطريركية أو الكنيسة أو المتحكم بالكنيسة هو المتحكم بوجه الدولة أو السياسة الخارجية للدولة أو التعاملات الخارجية للدولة أو الحرب وأمور شن الحرب، كانت كلها تحت أمر الكنيسة. بطريرك هو يتحكم بكل شيء. قالت يعني بوقتها وقالوا الناس هناك أن أرادت أوروبا أن ترفع من شأنها فعليها أن تفصل الدين عن السياسة، فهي شالت أعلى شيء بالدولة وحجمته،
قالت له أمورك بفلان مكان وسياسة الدولة خليها لغير ناس. صعدوا صارت استعمارات وصارت امبراطوريات وصارت هواية أمور. تلاحظون المملكة المتحدة تدخلت بشؤون الشرق الأوسط بالتحديد بكثرة بعد ذلك. لكن اليوم المهم منه البلد، لو جزء مو من البلد همينة، جزء من الأشخاص الذين يعيشون في هذا البلد. يعني أنا رقي هاي الهيئة أهم عندي من رقي بلدي مثلا، وجود هذه الهيئة أهم من عندي من وجود شعب بلدي مثلا. هذا السؤال اللي نريد نطرحه. السؤال الثالث، ما ملاحظين أنه زعماء الميليشيات اليوم بالعراق دي يحجون شوية يعني بالخط الأحمر؟ واحد يهدد دول بصواريخ، الثاني يهدد بحرب، الثالث يهدد بقص أذان، الرابع يهدد بكسر راس، واحد يهدد بالتحطيم، واحد يهدد بالتدمير، واحد يهدد بأشياء ما حد شايفها. زين هذا التهديد إلى متى؟ إلى متى إحنا كلمة التهديد بالعراق هي العليا والشعب عايش برجفة؟ تتوقعون أنه بقاءكم أو تهديد الشعب يكفي لبقائكم؟ ما يكفي عاد أنه نروع الناس. اليوم لما يطلع أبو تراب ويحكي هذا الكلام، وقبل الخزعلي يحكي غير كلام، وقبل هادي العامر يحكي كلام آخر، وقبل أبو درع يحكي كلام آخر، وقبل ما أعرف منه يحكي كلام آخر، زين والناس إلى متى إحنا نعيش بهذا الحال؟ شو وقت ما الشعب العراقي أو شو وقت هم يفكرون إنه الشعب العراقي أولاً ما رايدهم، ثانياً ما راضي على ظلمهم، ثالثاً ما قابل بالحال اللي هم دا يعيشوه، رابعاً إنه شعب حال حال أي شعوب بالعالم يريد يعيش. بمختصر اليوم المواطن العراقي، المواطنة العراقية، الأم والأب، الجد والجدة، الابن والابنة، والأخ والأخت، شنو يردون؟ ما يردون شيء. يعيشون بسلام، بأمان، طمأنينة، كرامة، ما راح يطلب منك شيء. سلام كافي إزهاق لأرواح الناس وإراقة للدماء بهذا البلد، والله يكفي. يعني أرض العراق وتراب العراق غرقت بالدم. أمان أنه لما يطلع يرجع البيت مأمن، ما يخاف من شيء. طمأنينة أنه مطمئن، راتبه ماشي، وضع الصحي زين، الوضع المعيشي له كفرد وكأسرة مرتاح، حياة أولاده زينة، مدارسهم زينة، علاجهم زين، ملبسهم زين، أكلهم وشربهم، علاقاتهم، أهلهم وناسهم موجودين، داير مدايرهم، خوانهم وأخوانهم وعمامهم وعماتهم وخالاتهم وخوالهم وجدودهم موجودين، ما مطشرين بدول العالم، راح يطمئن. راحة لما أنت توفر له ذن يعني أساسيات الحياة الكريمة راح يرتاح. ماي، غاز، كهرباء، زراعة، صناعة، أكل، شرب، ما دن الأساسيات. عفواً، ما راح يفكر بشيء. فإلى متى يستمر هذا الوضع؟ وبرأيكم أبو تراب المن دي يهدد؟ علي من صلاح الدين، حياك الله. انقطع الاتصال ويا علي من صلاح الدين. أتمنى يرجع لنا علاوي. أبو حسين، أتمنى ترجع تدق مرة ثانية ونسمع رأيك حول هذا الموضوع. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم أستاذ أفن. عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي. موضوعكم اليوم على الميليشيات والحشد. مو بس هاي، أكو تهديد. إحنا أنا أخذت التهديد ودحش على عموم الميليشيات. واحد اسمه أبو تراب واللي هو آمر اللي هو الثالث ميليشيا الحشد شاكر التميمي، يقول اللي فكر يحل الحشد انكسر رأسه، أو مثل ما قال نجيب إسبانة ونحلحل البراغية.
بالطبع هذا التهديد المني المني يريد يوجهه يعني. نعم. يعني كل الرأي الدولي ان الحشد ميليشيا ارهابية، وكل العالم تعرف هسه العراقيين يعرفون ان الحشد هو الحشد، هيئة الحشد وكل الفصائل المنطوية لها وياهم، يعني اولهم سرايا السلام وجيش المهدي، من ضمن الحشد يعتبرون كلهم ميليشيات قاتلة، يعني ما عندهم فكرة لبناء دولة، بالعكس عندهم اجندات خارجية لإيران لجعل العراق تابع لإيران، وحاليا احنا صار لنا نعاني من 2003 لحد الان بظل الميليشيات اللي هي جاي تحكم، احنا حقيقة يعني تابعين الى إيران، والدليل التدخل السفير الإيراني وحكومة الملالي في طهران، تدخلها بالشأن السياسي والاقتصادي والأمني وكل اللي صار بالعراقيين جراء هاي الميليشيات القذرة اللي تربت في أحضان إيران من حزب دعوة وبدر ومجلس الأعلى، وكلهم كانوا يقاتلون بالضد من الجيش العراقي الوطني الباسل السابق، فهاي الميليشيات ما تعمل لصالح العراق أو المجتمع العراقي، ما عندهم فكرة يبنون بيها ويعمرون، ما عندهم أي إنجاز، مجرد بس زرعة الطائفية بالشارع العراقي والتهجير والقتل والمخيمات واغتيال الناشطين السياسيين، وما يهمهم الدم العراقي سواء سني أو شيعي أو كردي، الكل مستهدف بنيران الحشد، هيئة الحشد اللي يرأسوها كلهم عملاء وقتلة ومجرمين، ما بيهم أي واحد طاهر جاي يعمل مصلحة البلد، ما عندهم فكرة سياسية، لا سوهم علاقات مع الخارج، علاقات خارجية طيبة مع دول الجوار أو مع الاتحاد الأوروبي، أو استغلوا النفط الموجود عندنا في بناء العراق في إنجاز مشاريع حقيقية تخدم المجتمع العراقي، بالعكس ما عندنا أي شيء، كل الموجود عندنا من جسور ومصانع اللي عطلوها ووزارات وبناء وقصور كلها بناها النظام الوطني السابق، يعني هم يجمع الجاهز استلمهم دولة ودمرهم حتى النسيج العراقي، هاي الطائفية اللي احنا ما نعرفها وكنا عايشين أخوة سنة وشيعة كمجتمع ما لنا علاقة بسياسة الدولة السابقة، لكن كمجتمع عراقي احنا اخوان دمنا واحد عراقيين، يجمعنا التراب الوطن، يجمعنا الدين، يجمعنا دمنا، هواي دمروها هذا الموضوع، لكن الان ثورة تشرين الباسلة يعني كشفت هاي الاقنعة عن هادي العامري وقيس الخزعلي وابو فدك وابو ولاء وهاي النماذج السيئة اللي لا عندهم شهادة، لا عندهم فكر، لا عندهم ثقافة، مجرد ناس عتاقة وناس عملاء كانوا يعملون مع ايران بالضد من بلدهم، والان جاي يريد يخلون العراق محافظة، وبالطبع احنا هسه حاليا محافظة، يعني من نتناقش ويا اصدقاء وغيرها احنا تابعين الى ايران، جاي يشتغلون لايران، يعني لا. يعني الزراعة فشلوها، صناعة فشلوها، التجارة، الكهرباء، فذولي مجرمين متعلموا مع القتل، كلهم مجرمين، يعني شنو نور المالكي اللي دمر 6 محافظات، هادي العامري اللي يقتل، فرق الموت اللي كانوا يرأسوها من 2003 صولاغ والدريلات، يعني يقتلون بالوزارات، ياخذون من الوزارة من داخل الوزارة، المعتقلين ما مأمنين على أرواحهم وهم عند الحكومة بالسجون، يقتلوهم على طائفة معينة، ونشوفوا احنا كل أسبوع يقتلونهم 2-3 من الناس اللي ما مبسوس بقضاياهم، صارهم 8 سنوات على ذمة التحقيق، لا صدرهم عفو عام في سبيل الناس تفرح، يعني 18 سنة دولة ما صدر عفو عام، كل المنطقة دول الجوار صدر عفو بالمناسبات الوطنية، لكن هم ما يخدمهم يصدرون عفو ويفرحون الأهالي، بالعكس هم يريدون يملؤون السجون بالأبرياء، 80% من الموجودين بالسجون هم أبرياء تحت سطوة الميليشيات، كل الوزارات وأولها الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية مخترقة من قبل هيئة الحشد الميليشياوي. نعم. يعني ما عندنا الدولة، شفت جهاز مكافحة الإرهاب اللي صار بعبع بالمناطق السنية وصار أسد بالمناطق السنية، لكن من الميليشيات قامت تقتل بثوار تشرين اللي أكثر من شهيد سقط على يد الطرف الثالث والقبعات الزرق والميليشيات، جهاز مكافحة الإرهاب أصبح ذيل ومن عبد الوهاب الساعد وغيره ما قدر يتحرك قدام الميليشيات اللي جاي تقتل، لعد أنت شنو جهاز مكافحة الإرهاب إذا أنت ذيل، وشفناهم احنا بالفاتحه مال الميليشيات اللي صارت ببوابه الخضراء، كل جهاز مكافحه الارهاب راح للعزاء، اذا احنا ما عندنا دوله،
الدولة انتهت بال 2003 على ايد هاي الميليشيات القذرة. يعني نعم. يعني مع الاسف يعني مع الاسف العراق هيك يقودونا ناس حزب نعم. دعوة يقودنا العميل عمار الحكيم يقودنا مقتدى صدر هذا اللي يوميا متقلب اللي يسوي نفسه بالضد من الميليشيات وهو جزء من سرب السرب هذا تابع الى ايران. يعني مقتدى صدر ما يقدر يطلع خارج السرب. راح اشوف الصراعات وتصريحها قبل الجلوس مع اللجنة التنسيقية قال انا اصير معارضة هم يشكلون الحكومة هم يشكلون الحكومة انا اصير معارضة. قام يمهد لاتفاقات مسبقة انه راح يتفق مع الميليشيات وهو ميليشاوي مقتدى صدر لا هو رجل دين يفتهم بالدين ولا حتى حافظ قل هو الله أحد ولا هو رجل سياسة ويفتهم بالسياسة ولا أكو علاقات طيبة مع دول جواره يا مقتدى. بالعكس رجل دموي وحال حال هادي العامري. فكل اللي جاي يحكمونه مع الأسف ناس قتلة مجرمين مافيات جاي تحكمنا احنا لا عندنا جيش والجيش مخترق من قبل القيادات الموجودة مو الجندي اللي رايح على مود الراتب ولا اللي بالداخلية أبو الاتحادية رايح على مود الراتب يعيش أهله بكرامة. أنا أقصد كل القيادات الموجودة بالحكومة العراقية سواء دفاع وداخلية هم ذيول وتابعين إلى الميليشيات. نعم شكرا لك أخ صباح. علي من صلاح الدين رجع لنا حياك الله يا علي. أبو حسين علاوي علي تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك استاذنا؟ هلا بيك يا الغالي. استاذنا احنا نطالب بالعفو العام. نعم. لأن اللي خلوهم كلهم أبرياء. نعم. احنا مطلبنا العفو. لأن كلها أبرياء وكلها أطفال الجوة كله 15 سنة 18 سنة يعني ما حقوا أكثر وكلها أبرياء يعني كله تشاح عداوة شخصية. نعم طب من السيد الكاظمي أو من الصدر أو من المالكي أن يفرجون عن هاي الناس الأبرياء. نعم هذا هو مطلبنا. نعم وانا ممنون. شكرا لك اخ علي من صلاح الدين. علي من صلاح الدين يطالب الحكومه ووزاره العدل باصدار قانون العفو العام عن السجناء الموجودين بالعراق وخصوصا انه اغلبهم ابرياء موجودين داخل السجون. احنا المشكله يعني خلونا نفكر بها بواقعيه. الولايات المتحده الامريكيه او عفوا الأمم المتحدة اللي من المفترض أنه هي ترعى القوانين الدولية بس هي بالضبط الأمم المتحدة صار حال رئيس الجمهورية بالعراق. هو الراعي الرسمي للدستور بس السنة كلها نايم. الأمم المتحدة نفس الشيء. يعني من 2003 لليوم كم انتخابات صارت؟ شوفوا كم واحد بيها شارك بالانتخابات ومحطوط على لوائح الإرهاب ويعترفون بالانتخابات تشكل حكومات ويتعاملون وياها وعندهم سفراء وأكو تجارة وأكو تبادل وأكو سفرات وأكو غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. هاي رقم واحد. رقم اثنين اليونامي اللي هي البعثة الأممية إلى العراق اللي تديرها جنن بلاسخارت ما أعرف شون تطي تقارير أنه أكو انتخابات نزيهة بالعراق والانتخابات صحيحة والانتخابات 100% وواقعية وما بها أي مشاكل خصوصا أنه 80% من الشعب العراقي وأكثر مشارك. رقم ثلاثة تعرفون اللي دا يسووا الميليشيات اليوم شنو معناه أو شي ذكرني؟ اثنين دا يتعاركون على متر بقطعة قاع. هذا يقول المتر إلي وهذا يقول المتر إلي وصايرة بيناتهم بالقامات والبلوك. هذا يريد يبني السياج منا وهذا يريد يبني السياج منا بس القاع مو إلهم بايقيها. دول اللي دا يسووا الميليشيات اليوم بالعراق. أحمد من بغداد حياك الله يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي العزيز تفضلت. نعم. بالنسبة للموضوع العفو العام
نعم أستاذ العزيز، يعني احنا خلنا ناخذها من منظور شوي واقعي يعني وهو ملموس وهو يعني اليوم احنا نطالب بالفلان والاسماء والمسميات البعيدة عن المسجونين، لازم احنا اكو اناس يمثلون هؤلاء العالم. يمثلون هؤلاء من؟ هذول الناس الابرياء الموجودة هي اكثرها من طرف واحد، نعم، او من جهة غير الجهة الثانية اللي تحكم هذا البلد. تريد تقولها قولها، أغلبهم سنة. نعم أستاذ إذا تسمح لي، هي مو شغلة قوة أو دفاع، إحنا خلنا نحكي واقعيا، خلنا نحكي ملموس مثل ما تفضلت أنت. وهو يعني اليوم إحنا من انتخابات وهاي العالم انتخبت، يطلع لك واحد يقول لك أنا أداعي وهذا ما يداعي، هم كلهم موافقين على هذا الأمر، صدقني صدقني، حتى نكون حقيقة واقعية، حتى ما نذب الكرة بالجانب الآخر بس، لا هي هم بجانبنا موجودة هذا الموضوع، هاي حقيقة. نعم. الحقيقة الثانية نتكلم على منظمة الأمم المتحدة، يعني هل الأمم المتحدة هي بعيدة عن هذا الحال الموجود بالسجون والعفو والأبرياء؟ يعني هل هم اللي متقدمين ويعود التطور والإنسانية هم بعيدين عن هذا الواقع؟ نعم. يعني ما يعرفون هذا الشيء؟ لا، أنا أجزم وأنا أتهم منظمة حقوق الإنسان أن هي أيضا مشاركة بهذا الموضوع. نعم. لأن هي جاءت غض النظر وجاي يعني تدفع نفسها بأمر هي بعيدة عن الواقع، مع العلم هي قريبة أقرب شيء هي على الواقع هذا الموجود حاليا. نعم. زين، شنو هذا غض هذا النظر؟ هل هي استراتيجية اقتصادية متبادلة يعني لإبادة العراقيين مثلا؟ هل هي مصلحة؟ أنا أعتقد مصلحة اقتصادية هاي، يعني مدفوعة من جهات كبيرة جدا يعني موافقة على هذا الأمر. نعم. يعني اليوم منظمة الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان هي بعيدة عن أكو ناس أبرياء، احنا ما نشجع الارهابي ولا نشجع ندافع عن المجرم ولا ندافع عن الانسان السيء، لا لا، احنا ندافع عن الانسان البريء. اليوم نسبه كبيره لو تلاحظ انت وتجرد نفسك من انتباهك لاي جهه وتسوي فد حقيقه لهذا الواقع، تلقى 97% ابرياء. اخي العزيز اخ احمد، خلينا نكون واقعيين، مثل ما حضرتك تكلمت، السجون العراقيه كائن من يكون من موجود داخلها، لكن ما يحصل اليوم في السجون العراقية أكو هواية ناس انعدمت نتيجة توقيع على اعتراف وقع عليه حتى يخلص من التعذيب والكتل والإهانات اللي شافها على أيام ضباط التحقيق. أكو هواية من الناس اللي مشمورين داخل السجون وما حد يعرف بحالهم شلون عايشين، وأكو سجناء اتصلوا بينوا حال السجناء داخل المعتقلات العراقية سيئة إلى أبعد حد، هم نوقعوا على أنفسهم أن هم يعني مسوين هاي الجريمة وهم ما مسويها بسبب التعذيب. وأكبر دليل عندك اللي صار، الشخص اللي طلع وقال واعترف على نفسه أنه هو قاتل زوجته، وزوجته اللي طلعت واعترفت قالت أنا مرته أنا عايشة ما قاتل. أستاذ أنا أتمنى منك مداخلة بسيطة. نعم تفضل إذا تسمح لي. يعني هذا الكلام اللي أنت جاي تتكلم به، نعم، يعني هل تعتقد ان العراقيين ما يعرفوه؟ نعم. لا اكيد ان مجلسك وكل بصره للجنوب ما يعرفون هاي الحقيقه. ترى هي مو شغله حزوره استاذ الكريم، ولا هي معادله كيميائيه او نوويه او ذريه. يعني انت الكلام هذا جاي نتكلم به احنا. نعم. يعني هل تعلم ان الامم المتحده او منظمه حقوق الانسان هذا الشيء ما تعرفه يعني؟ بالتأكيد تعرفه. زين، هل هالحكومة أو القائمين على الحكومة العراقية أو السيد رئيس الوزراء أو اللجنة الأمنية أو وزير الداخلية يعني ما يعلمون هذا الشيء؟ ما دام النشر على الإعلام وعلى الإنترنت والجرائد لا يعرفون. أستاذ لا أستاذ، إحنا تسمح لي، إحنا خلينا نتكلم الحقيقة يعني بواقعها الملموس. نعم نعم. واقعها الملموس هم كلهم يعرفون هاي الحقيقة. نعم. وعلى اطلاع بيها ومشاركين بيها. والدليل سكوتهم. نعم.
فاحنا ما جاي نتكلم كلام ان احد القارات بعيده عن العراق، ولا جاي نتكلم كلام معادله بالقمر الصناعي او باحد الكواكب، احنا جاي نتحدث عن حقيقه موجوده وملموسه والكل يعلم بها. نعم نعم نعم. بس احنا نسال سؤال انساني اذا تسمح لي، يعني تفضل. نقول يعني هؤلاء القائمين على الحكم مدى تجردهم من الإنسانية؟ يعني أترجاك يعني نترك الدين والأمور الباقية، احنا نرجع على الإنسانية. هؤلاء الناس في ذممهم هؤلاء المساجين والمسجونين ومن خلفهم عوائل كثيرة جدا. زين هاي الناس القائمين على هذا الحكم أو هاي الدولة إلى مدى أو نسبة تجردهم من الإنسانية يعني ما لها مثيل. يعني لو نضرب هذا المثال إلى أحد دول العالم كلها تفتهمني، ما موجود هذا الشيء أستاذ الكريم. نعم نعم. شكرا شكرا لك أخ أحمد. أبو علي من لندن، حياك الله أبو علي. قبل ما أفسح المجال لك أبو علي، أخ أحمد من بغداد وجه ثلاث أسئلة بالنسبة إلى الأمم المتحدة. سؤالين، نقول هل هي استراتيجية لإبادة العراق والعراقيين أم هل هي مصلحة اقتصادية خاصة بهم؟ وعنده سؤال كان وجهه بالأخير، يقول هؤلاء القائمين على الحكم في العراق ما هو مدى تجردهم من الإنسانية؟ أبو علي تفضل. يلا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة للأمم المتحدة مشتركة مع ميليشيات وعصابات في الخضراء، نعم، على قتل الشعب العراقي ونهب وسرق ثروات العراق. هاي واحدة. اثنين، بالنسبة للأخ اللي يتكلم هذول بالخضراء شنو هم يعني مجردين؟ هم لا يعني كائنات ما معروفة شنو هي. لا هم يعني من البشر، يعني لا هم من البشر، هم لو من البشر ماكو ها؟ نعم. كل هاي المظاهرات الأحرار طلعوا يعني ما خلوا شيء ما قالوا عليهم، زين ما خلوا شيء ما وصفوهم، كانوا يستحون من نفسهم ويستحون يخجلون من عوائلهم ويخجلون من أولادهم ويستقيلون أمام الشعب العراقي. بس هم دولة كائنات لا محسوبة من البشر ولا محسوبة من الحيوانات، ما نعرف دولة من الكائنات. أيوة. بعدين أنا سمعت أبو تراب ما أدري أبو طابوق من الحشد الإرهابي المنجس ها يهدد احنا منعوف الحشد منعوف هذا ما نسلم السلاح. انا اردقتهم انتوا شنو فضلكم عن العراق؟ لا هو يقول اللي يريد الحل الحشد نكسر راسه. نعم 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 نعم. وذاك يقص دانه وهذا يقص راسه انتوا شنو فضلكم عن العراق؟ لك بابا الحشد مسرحيه خمينيه خامنائيه بشار الاسد المالكي والسستاني والارهابي قاسم سليماني، هذا الحشد مسرحية مجرمين قتلة جبتوهم من سوريا ها وطلعتوهم من سجون العراق اللي انتوا دخلتوهم ودربتوهم واحتليتوا 4-5 محافظات، هذا الحشد الإرهابي. بعدين مقتدى الإرهابي زين أمس قاعد ويا الميليشيات والعصابات في الخضراء، انتوا شفت القصور؟ هاي القصور اللي قاعدين فيها شلون يعوفوها عمي؟ ما يعوفوها، ذولا كانوا جواع بسوريا بالسيدة زينب وبقوم وحتى بلندن أبو علي. بجوع. أبو علي لسان حال عمي. لسان حال الحشد وزعماء الحشد يقول لك احنا دافعنا عن العراق وقاتلنا ضد تنظيم إرهابي وحررنا مدن. مسرحية لا تنطلي على الشرفاء ولا تنطلي على أحرار العراق، مسرحية تنطلي على عبيد وخدم وجهلت وقطيع السستاني وقطيع خامنائي وخميني. أنا ابن النجف، لا أعترف بحشدكم ولا أعترف بمراجعكم ولا أعترف بأحزابكم ولا أعترف بميليشياتكم، كلكم مجرمين قتلة. كل من دخل بالعملية الإرهابية السياسية اللي يقولون من 2003 لحد هذا اليوم هم لصوص مجرمين عملاء إرهابيين قتلة. وبعدين أنا أسأل بعض المطبلين على اليوتيوب اللي دول يعتبرون نفسهم هم يعني مع الأحرار ويعتبرون نفسهم معارضة، جاي يطبلون إلى مقتدى ليش؟
ليش تطبلون المقتدى؟ عن تيار الصدري صار 18 سنة وياها الميليشيات. ها؟ تيار الصدري ما عدى 40 مقعد إرهابي حجداوي ميليشاوي بالبرلمان عدى لو ما عدى. تيار الصدري ها مقتدى هو يقول اليوم ما أدري أمس يقول للحشد سلموا سلاحكم بيد الدولة. ليش أنت ما تسلم سلاحك عمي بيد الدولة؟ سرايا الإرهاب سرايا الإجرام عمي هاي الميليشيات 90 ميليشيا إرهابية منين طلعت؟ منين طلعت؟ ما طلعت من جيش المهدي الإرهابي؟ لا تطبلوا عمي احنا أحرار العراق شرفاء العراق الوطنيين ما نعترف بلا انتخاباتكم ولا نعترف بأحزابكم ولا نعترف بتياركم. نعم. أنتم وما راجعكم مجرمين قتلة إرهابيين دواعش بما فيها الحشد الإرهابي المنجس في إيمان الله. شكرا أبو علي. أبو هادي من الحلة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. أخي بخصوص الوجبة الغذائية الدولة العراقية باحثها على مستثمر. اسمعني. أسمعك. باحثها على مستثمر كان يطلع تلوان شكر تلوان شكر يطلع تلوان شكر حتى قاموا يطلع كيلو والله ما سلة غذائية أعطونا حساسات ومعجونة يضحكون على الشعب 40 مليون كيلو شكر قطعوا من عندنا من الشعب العراقي والوجبة ثلاث أشهر يأخذون بها والله بايعين على مستثمر العراق عود يجي لنا وجبة غذائية وسلة غذائية يضحكون على الشعب بيها. هاي أنا وصلت صوتي على مود وقال وزير التجارة فسخ سلة غذائية. شكرا أبو هادي. قبل ما تروح بالشهر 12/2021 بالله شنو من المفروض مواد حصة تموينية اللي لازم الدولة تعطيها 4-5 قصارا؟ ما خلينا نقول إن هي وزنة بس لا شكر طحين لا زيت لا شكر بس طحين مع الساعة مرة وزنة غذائية أطلعنا معجونة وكيلة عدد. نعم صح وصلة غذائية وقال وزير التجارة خوش أطلع وزنة غذائية خوش وزير التجارة. نعم يلا خالد مشكور. شكرا شكرا لك أخوي العزيز. ابو شيماء من بغداد حياك الله. ابو شيماء الله يسعدك استاذ عمر الخيل. هلا بيك اخوي. استاذ هذا طلع من لندن هسه المفروض السكته تديش هو هذا مو ما عندك اخلاق يتجاوز على المراجع يتجاوز على الشهداء يا استاذ رفيل ما تجاوز قال انا يعني. ما اعترف يعني اجي احك اقول له رايك غلط هو رايي الشخصي هذا يعني انت قل له انت شنو انت قاعد بلندن لو بيخيط على حافظ على الاعراض العراقيه لو انت شريف تيجي تتجاوز على الشهداء والسيد السيستاني والشهداء اللي ما جاب اسم اخوي العزيز ما جاب اسم قال الاحزاب والميليش لا ما جاب والله لا اخوي والله العزيز لا لا اوقف 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 اوقف, يعني أوقف. قال لا الاحزاب ولا ميليشياتها ولا جيشها ولا مراجعها هيش قالها. لا شلون ما قالها هسه هو المفروض الانسان المتحضر بلندن يكون من اللي بلندن ان يكون مؤدب واخلاق عاليه. ابو شيماء حبيب قلبي ابو شيماء ابو شيماء حبيب قلبي انا متاكد من اللي قاله ما جاب طاري اسم هاي رقم واحد. رقم اثنين جمع قال الاحزاب والعمليه السياسيه وميليشياتها وما اعرف شنو ومراجع على الشهيد قاسم سليمان قال ارهابي وقال على الحج المقدس قال ما والله حبيب قلبي ابو شيماء قاسم سليماني مو ابو علي سوا ارهابي. لا والله عمي هذا اللي ما اتصور مو لا هو يعني 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 قاسم سليماني قاسم سليماني الولايات المتحده الامريكيه والامم المتحده وهوايه دول واوروبا وما اعرف شنو هم اللي قالوا عليه مو ابو علي هم اللي قالوا هم الثمانينات هم اللي قالوا انا مو دفاعا انا ابو علي بس ارد اسالك سؤال ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء بس ارد اسالك سؤال رحمه الله عليك. ليش من يطلع متصل يندق بإيران أنت تحترق على إيران أكثر من العراق؟ لا ما لا لا لا, لا أنا ما أحترق أنا مو هاي بس أحترق على اللي دافعوا العراق اللي ضحوا من العراق.
لا لا يعني باوع ذاك اليوم واحد حكى على الخميني، انت طبيت تقول شلون يحكي على الخميني. اليوم واحد حكى على خامنئي وقاسم سليماني، انت تقول لي قاسم سليماني وخامنئي. لكن هذا البلد اللي يحترق، هذا البلد اللي شبابه دا تنطم جوا التراب، هذا البلد اللي انتهت زراعته وصناعته وتجارته وميه، وإيران اللي انت تدافع عنها هي اللي قطعت المي، وهي اللي تدز الايدز، وهي اللي تدز الكريستال، وهي اللي تدز المخدرات، وهي اللي تدز المواد المعلبة الفاسدة. هذن كلهن اللي ديوصلن للبلد وديموتون جراءها أبناء هذا البلد. ليش ما نحترق على هذا البلد؟ انقطع الاتصال يا أبو شيماء. أبو ناصر من صلاح الدين، أبو غازي من صلاح الدين، حياك الله. أبو غازي حياك الله يا أبو غازي. حيا الله نباك. عندي بيوت اثنين تتجر نباية الأحداث مال داعش. نعم. إيه حيا الله نباك. عندي بيوت اثنين. الله يسلمك، الله يبارك فيك، شلونك؟ الحمد لله يا أخوي. تفضل قول. إيه وتعويض ما عوضوني. نعم. اي ماكو تعويض، واني هسه عين الله وكلك احنا عوائل وهذا يعني ابنا بيوتنا وطلعنا كل شيء ماكو. نعم. اي والله، ويعني ارجو المساعده من عندكم يعني على المتعويض. انا عندي عالم 19 نفس يعني. نعم. اي والله. وصلت ابو غازي. ابو غازي يقول انا عندي شهداء اثنين في القضية اللي صارت بدخول تنظيم الدولة الإرهابي داعش إلى صلاح الدين، وما حد عوضني وبيوتي راحت وتهجرنا وطلعنا، وعندي كوم لحم مثل ما نقول إحنا بالعراقي، لكن ما حد يحس بيها. أتمنى أنه أحصل على تعويضي. ظن ماكو شيء عوضه، لكن الظلم لازم يتعوض عنه. أبو غازي شكرا لك. أبو غازي، أبو كرار من بغداد، حياك الله. أبو كرار، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام يا غالي. شلون أستاذ العزيز؟ نحمد الله على كل شيء أخوي العزيز. أستاذ العزيز، نعم. النافق قاسم سليماني كان آمر لواء بالحرب العراقية الإيرانية. أقسم لك بالله كان كل ما يهجم يخسر الحرب يبكي بكي المرة، ينصبوا البلاحة ويبكي أهل العبايم، أقسم لك بالله. وجبتها على البطاقة التموينية. نعم. طالة تنزل طالة كل أربعة بكيلو هذا الشهر، قصوا العدة الشكر وطالة مكانين كيلو شو اسمه هذا شو يسمونه ما أدري شنو يعني غير نوعيه فاصوليه وما ادري شنو بقوليات قصوها. نعم بقوليات، الف رحمه على امك وابوك. نعم. وكلها يعني شوف 16 سنه بس اربع مواد وما قاعد تدبر، وبين شهر وشهر ماكو كل عادي يقولوا سله غذائيه. والله عيب، شنو الحكي هذا يعني؟ مطلبين من عندهم شنو؟ هذا الحق العراقي النبيل، الحق العراقي للشيب فعلوا له ليش؟ ليه؟ والنوب اللي راتبه مليون يقصون البطاقة مالته على راتب عالي، وتدري السوق يعني معلق فد مرة، السوق معلق فد مرة السوق بالعراق. والله العظيم الحاجة كانت مليون دينار هسه ب3000، الحاجة كانت من 500 إلى 4000، وتعالي شو قوة واحد مدبر نعيشه ونحمد الله ونشكره. زين، وعلى المساجين، والله المساجين 80% من عندهم أرضين، وطالب لذيذ كل مرة قدام عيدوا شو اسمه المحاكمات مالتهم، هسه ما أريد عفو، أريد إعادة المحاكمة مالتهم، الله بدالك. زين، ما كل شيء ما لا جواب ولا كل شيء. وعلي شكرا جزيلا. شكرا لك ابو كرار. محمد من ديالى، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
حبيبي أنا بس أعلق على موضوع هذا زي ما أبو شيماء من نعم. يحكي على إيران وما إيران. نعم. يعني إحنا هسه بديالة إيران قطعت المي عنا. نعم. يعني إحنا ناس في الحقيقة خلونا نزرع لا خلونا شيء قطعوا المي عنا بس نوب زين الحكومة مالتنا وين نايمة ليش من تركيا تقطع المي يوم واحد يقول الدنيا وهاي ماكو غير إيران ما يقدر يحكون وياها. نعم. اي والله هاي السجناء الابرياء. نعم. شكرا شكرا لك اخ محمد. بالنسبة إلى رسائل واتساب اليوم وصلتني على رقم البرنامج أبو علي النجفي، أنا بس أريد أرد على هذا أبو شيماء اللي دافع عن الإرهابي قاسم سليماني العجمي المجوسي اللي قتل الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اليمني البريء، أقول له العراق بريء منهم. عمار من بابل ويانا، حياك الله يا عمار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. بلا زحمة عليكم يعني. يا أهلا وسهلا، عين الله سلمك. تفضل أخويا تعال هوا. بلا زحمة عليك يعني. الناس في دولة رئيس الوزراء إحنا عندنا أبطال بطالة. نعم. ولا عندنا لا راتب بلا هاي. وقطعوا عنا المي ببابل. نعم. ايش قد صار له مقطوع؟ وقاعدين بردم البحر. ايش قد صار له مقطوع المي؟ قطعوا عنا المي وشح المي عندنا ومطالبين بردم البحيرات، واحنا الله ثم هال يعني النقرة اللي نشتغل بيها، لا عندنا غير امكانية ولا هاي. نعم. المي صار له مقطوع عنا فد اقل شيء صار له 3 شهور يعني شحيح بالشهر. نعم. وهذا تدري انت يعني احنا عطالة بطالة، دولة رئيس الوزراء لو يساعدنا براتب يعني الله ثم الحوض اللي نشتغل به. نعم. ونريد نوصل صوتنا اللي دولة الوزراء اللي هو موقع على ردم البحيرات يعني خلي يشوفنا براتب احنا عطالة بطالة. نعم وصلت. شكرا شكرا جزيلا لك أخ عمار. بالنسبة إلى رسائل واتساب، رسالة ثانية وصلتني تقول أنا أريد أنصح أبو شيماء أخوي حكم عقلك، ترى أنا كنت بالمعارضة العراقية مع شديد الأسف، أنا كنت وياهم الشعب العراقي وأني نادم أكثر المعارضين الحقيقيين كانوا ما يتصورون أن يدمر العراق بهذه الصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تظن من أشخاص مدافعين عن بلد غير بلدهم وعن أشخاص لصوص وسراق ويقولون بكل بساطة لا تتكلم عن فلان وعن علان فلأن التهمة جاهزة؟ احنا نريد نطالب بسجناء منطقة القرمة، يعني يطالب بالعفو العام عن سجناء منطقة القرمة. رسالة ثانية، أني بس أرد أسأل سؤال، هل سيكون هناك قرار بتنزيل سعر الدولار في السنة الجديدة والموازنة الجديدة؟ والله يا أخوي العزيز لازم تسأل البرلمانيين هم يجاوبوك عليها. لا أدري متى يتخلص الشعب العراقي من حكم الإطار التنسيقي والإطار الصدري وباقي الإطارات المستهلكة التي جلبها الأمريكان والإيرانيين من مزابلهم ليوصلوا العراق إلى هذا الخراب والدمار الذي ما بعده خراب ودمار. أبو عباس البصري. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وسعادة في الدارين عن هذا البرنامج الجميل يا قناة الرافدين. رسالة أخرى، داز مجموعة من الفيديوهات يقول أتمنى تعرضوها على شاشة الرافدين. أخوي العزيز اللي يريد يدز فيديوهات وتنعرض هسه قبل هاي يرجع من المشاهدين الكرام طلعنا رقمين اسمها نافذة أنت ترى، أخذ الرقم ما نافذة أنت ترى ودز الفيديوهات وإن شاء الله تنبث. رسالة أخرى، السلام عليكم، مساء الخير عزيز المقدم، أنا أعتب عليكم ليش ولماذا لا تجاوبون كل ما أدز رسالة؟ أخوي العزيز إحنا نقراها بس صدقني ما نجاوب على ولا رسالة.
ماذا يقول أبو شيماء؟ يقول الحشد مسوي مو الحشد ذهب جاز جوا الدبابة، مو الحشد خلى الناس بالبيكب، ومو الحشد خلى المواطنين الأبرياء جوا الطيارات وسواهم خلية. خلي يسمع أبو شيماء أخي، أني دزيت صور دزوها على الشاشة حتى يشوف. دز صورك على نافذة أنت ترى أخي العزيز، مثل ما قلت إلى المتصل قبلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الإمارات العربية المتحدة تكرم الحافظ خليل إسماعيل وتضع جميع مقتنياته في متحف، ونحن ها إخواني الأعزاء نافذة أنت ترى، هذا الرقم اللي طلع على الشاشة الآن، عندكم رقمين، واحد ينتهي 161 والثاني ينتهي 163. أي واحد عنده فيديو عنده شيء يريد يبثه على قناة الرافدين يرسل اللي عنده على رقم الواتساب، أو عفوا على هذين الرقمين في برنامج الواتساب، وإن شاء الله تشوفوها. السلام عليكم، أني الزيدون أطالب براتب الرعاية الاجتماعية لأن انقطع علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي العزيز علقت منشور على الرافدين ودخلوا بعض الناس يستفزوني. أخي العزيز هذا رأي الناس، لا تخلي أحد يستفزك، فكل شخص حر برأيه. السلام عليكم أستاذ أفل، أنا أتابع العراق منذ 2003. الحل بالعراق عسكري مثل البطل لتطهير البلد من ميليشيات إيران والأحزاب المجرمة ورميهم في مزبلة التاريخ، لأن الشعب مغلوب على أمر. أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى، حياك الله أخوي أحمد. السلام عليكم وتحية طيبة لقناة الرافدين وعاملها. كل من سيطر على العراق حرامي بامتياز، ودافعوا على الكراسي التي تضع المليارات في جوبهم مقابل خيانتهم وإدخالهم إيران وأمريكا. ابتلي العراق بأراذل القوم وفجارهم الفاسقين. نريد أن يعوفوا العراق، نريد أن يتركوا العراق لحاله وأن يخرجوا لإيران التي ربتهم ويكرمونا سكوتهم. ما نريد كل ذيل ولاء لغير العراق، خلي يخرج ويشيل ويا عقيدة الضلال الخمينية الملطخة بالدماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرسلتكم رسالة صوت أتمنى ظهورها. أعتذر منك أخوي العزيز، أي رسالة صوت ما أقدر أظهرها على الشاشة. وآخر رسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، مشكلة العراق اليوم كثيرة، وكل مشاكل العراق مثل ما أنتم متفقين باتصالات اليوم وغيركم من متصلي برنامج صوتكم على مدى حلقات برنامج صوتكم، مشاكل العراق أساسها الكتل السياسية والأحزاب السياسية اللي سيطرت على العراق بعد عام 2003 بموافقة أمريكية إيرانية إنجليزية صهيونية كأما يكون. إذن الحل هو بإخراج هذه الكتلة السرطانية من جسد العراق. شلون يخرج بديكم أنتم أكيد. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله، باكر في أمان الله.